يلا اصحى انت وهو. انا مش عايز دلع، فاهمين ولا لا؟ من جاكرو عبر الطرف كورة يا ابن الجنية. الواد ده اكتشاف. استحدث وكورة بلاش الحركة دي يا معلم، خلينا في دي. هل يفجر المنتخب الامريكي؟ رايت اللي سجل الهدف امامنا، هو بص الكرة رايحة فين، هي حبة تدخل حاول عليها. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ الاكسية هولندية الراسية وين؟ يلا اخواننا خلاص مش عايز تاني، جبرت قضيت النهاردة. ليو ميسي عادي، ليو ميسي باسي خطيرة، الحضور التحضير، ميسي جول. جونا ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حسن. حذاري حذاري حذاري، والثاني الثاني الثاني الثاني. الله يخرب بيتك، ده انت غبي 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 غبي. خطيرة جدا التسديدة والهدف الأول الأسترالي. يا دنيا مارك شهيري، انت بطل بالفرقة دي، بطل والله العظيم. يلا نغير. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجة، تضرب هنضرب، كسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا ايدينا. الفيديو خلاك بس تبتسم، لا تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة، ولا تبخل علي بالتعليقات لانها بتحفزني انزل فيديوهات تاني بشكل اسرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.